شنو يميزه؟ أه... علي الاداره مم. ميزة الاداره مم. اللي يعني هذا هذا من الشيء وللحين قاعد اتعلم منه هالموضوع اداره المسرح وورا المسرح اوكي أه... الخيال عنده خيال متعب متعب اي خيال... يروح اقول له وين تروح؟ يعني من الناس اللي اتعب لما اكون معاه في مشهد ابو علي مم. لأنه يفتح خيال يروح اي يروح فيفتح خيال ايه يروح فالناس مو فاهمين هذا ايه؟ جري يعتبر ترى بيننا هو قاعد يركض بعيد ايه؟ وانا قاعد الحقه ايه؟ فلما اطلع مشهد اتعب اعرق ايه؟ هذا اقول ايش فيك اقول له انت وين رحت لانه هو يروح لازم انا اروح معه انت ايه تروحوا يا وتردوا يا ايه عند الخيال هذا ايه؟ هذا الخيال ياله من بعد ما اشتغل مع وعدنا الله يرحمه والفكر هذا وايد صعب ان ايه؟ الانسان يفسر تفاصيل الشيء حلو تروح تفاصيله ويضحكون الناس لان نقول شغلات واقعيه صحيح وصايره معانا صعب ان الواحد يعني يروح لها هذا هذا قاعد احاول كثر ما اقدر اخذه من ابو علي أوكي.